Hello everyone, النهارده هنكمل مع بعض الجزء الثاني من والأخير من Unit 9. Let's start. هنا عندنا paragraph في الصورة دي برضو موجودة عندك في الكتاب المدرسة. ده مجرد شرح زي معلومات عامة بتاخدها علشان هنطلع منها معلومة محتاج إنك بس تعمل عليها فوكس بسيط. يقول لك هنا 100 million people live in Egypt. Most of the population live next to the river Nile. يقول لك 100 مليون people في حوالي 100 مليون بني آدم عايش في مصر. Most of the population, معظم population بيعيش next to the river Nile. Population هنا معناها الكثافة السكانية، معظم الناس السكان عايشين في بجوار أو بجنب river Nile. People need the river for food and water طبعا. People also need the river for transport. بيحتاجوا الناس river علشان خاطر أكل ومياه وعلشان كمان نتنقل. الباراجراف اللي جنبيه بيقول لك we have to keep the water in the river clean، اللي نحافظ على نظافة الريفر ونحافظ على نظافته. Pollution يعني تلوث is bad for animals and plants، بيبقى مضر للplants والanimals، لأن lots of plants and animals live in the water but they don't like dirty water. Dirty water يعني مش بيحبوا المية اللي مش نظيفة. Third paragraph بيقول لك there are dams in the river، في dams كتيرة موجودة في الريفر. وده ليه؟ علشان نقدر نستغل الدام ده محطوط عليه مراوح turbines. التيربينز دي بتتحرك مع حركة المية اللي تيجي تخبط فيها، فالموفمنت ده energy. انت لما بتتحرك يعني انت جسمك عنده طاقة energy، صح؟ عندك طاقة تقوم وتجري تلعب وتتحرك، فدي اسمها energy. الانرجي ده اللي جاي من المية دي بيطلع لي حاجة ثالثة اسمها electricity، كهرباء. ده هتاخد شرح مكثف وواضح في رابعه، في ساينس رابعه، واحتمال برضه تاخد عنه معلومات ثانيه عامه ثاني زياده اكسترا في ثالثه ان شاء الله. اوكي؟ فانت هنا بس بتاخد معلومه صغننه ان الموفمنت ميكس انرجي والانرجي ميكس الكتريسيتي بس. اوكي؟ ده اللي انت محتاج ان انت تعرفه. اخر باراجراف lots of animals live in the river Nile زي ما اتفقنا. من ضمنهم مين؟ مستر ذا نايل كروكودايل. The Nile crocodile is the biggest reptile. There are also over 100 types of fish. وفي أكتر من 100 نوع من أنواع الفيش. خلاص؟ الملحوظة أنت محتاج إنك تعرفها، بيقول لك إن الكلمات كلمة 100 و 1000 و million ما ينفعش إن أنت تحط لها S أو تجمعها لو مش لو في قبلها رقم، لو في قبلها رقم عدد. خلاص؟ زي مثلا في الجملة دي I have 400 pounds. 400 ما قلتش 400 زي وقول 400 العدد قفل لي الكلمه ربطها، تمام؟ ومن غير ليه، دي قاعده بتعرفها كده وبس، تمام؟ لكن لو ما فيش عدد قبل كلمه 100 او 1000 او مليون بتقولها بشكل عام جمله عامه زي there are millions of people، ما حددتش قد ايه، كم مليون ما قلتش، فلازم احط لها الاس. فهمنا الفكره؟ يبقى العدد يكفي ان انا اقفل الكلمه، لكن ما فيش عدد يبقى لازم اجمع، لان انا مش محدد العدد قد ايه. خلاص؟ فده اللي انت محتاج انك تعرفه مع المعلومات العامه اللي انت خدتها من كل باراجراف من دول. اسئله براكتسنج على اللي انت فهمته من الباراجرافز اللي احنا قريناها. نمبر 1 هتختار من الكلمات اللي فوق عندك هنا. نمبر 1 the A of Egypt is 100 million. الكثافه السكانيه ايه هي بقى واحده منهم؟ مين بقى اللي معناها الكثافه السكانيه؟ Population. The population of Egypt is 100 million. اللي بعده there are many A in the river. هو في إيه كتير منه في river؟ Dams. طيب moving the water قلنا ال moving بيعمل إيه؟ Makes إيه؟ Energy. عندي طاقة. طب the energy makes إيه؟ اللي بيوصل للناس في البيوت. Electricity. طيب we have to keep the river إيه؟ لازم نحافظ على إيه في النيل؟ نظافته clean. وال population الكثافة الكتيرة أوي makes the water إيه؟ آخر حاجة. Dirty. نخش بعد كده reading part تاني، عندي dialogue ما بين هاني وماما. فهاني بيقول this bottle is empty يعني فاضية. فمام بتقول put it in the recycle bin، حطها في الباسكت البن اللي هي الباسكت. فبيقول لها do we have to recycle plastic، هو احنا لازم نعيد استخدام البلاستيك مرة تانية؟ فبتقول لي yes it is good for the environment، ده كويس للبيئة اللي احنا عايشين فيها. فبيقول لها هاني what else do we have to do، ايه كمان لازم نعمله؟ فبتقول له we have to clean the garden، لازم ننظف الجاردن يا فندم. فبتقول له فبيقول لها okay I can do that، اقدر اعمل ده.
بتقول له we have to pick up the trash. trash يعني برضو لفظ تاني زي كلمة basket، أي حاجة مش نظيفة بسميها trash، وبنحطها in the basket box أو بنحطها in the bin. خلاص؟ هاني بيقول لها do we have to put the trash in the trash can؟ ده لفظ تاني للبن اسمها trash can. اه trash can هو الصندوق الزبالة. انت عندك اكتر من لفظ على فكره، عندك باسكت صح بتحط فيه التراش او تحط فيه الديرتي ستاف، عندك البن بتحط فيه الديرتي ستاف، عندك التراش كان برضو لفظ اخر بمعنى كلمه صندوق زباله. خلاص يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات ليها نفس المعنى، بن باسكت وتراش او تراش كان. خلاص فماما بتقول له يس وي دو، طبعا لازم نحط التراش ان ذا تراش كان. هنا عايزك بس نعمل ريفيجن تاني على ال have to، الفيرب بتاع have to، فبالبوزيتيف فورم بقول have to plus the baby verb، فبقول I have to بعد كده go البيبي فيرب to the supermarket now. طيب لو انا عايز اقول مش لازم اروح نيجاتيف فورم، فبقول subject انا I don't have to go to the supermarket، حطيت بس كابتن don't خلاص عشان انا عندي I don't have to go to the supermarket. طب لو she او هي او it، she doesn't have to go to the supermarket. خلاص لان انا عندي كابتن دو او مستر دو، فمستر دو او مستر doesn't لازم الفيرب بيجي بعدها بيكون in the baby form. هسأل سؤال هبدأ بها دو، يبقى do you have to go to the supermarket؟ do you have to go to the supermarket؟ yes I do or no I don't. ما بقولش yes I have or no I don't have. لا yes I do or no I don't، علشان أنا سألت بمين الأول، سألت بدو ما سألتش بحاب، فهسأل باللي أنا هجاوب باللي أنا سألت بيه، بسألت بيه هجاوب بيه. خلاص ده بس اللي أنت برضو محتاج تعرفه في اليونت دي. يلا بقى نبدأ نحل، عايزك تعمل complete by using have to، have to أو don't have to. number one I get up early on school days، I have to. number two I get up early on Friday، I don't have to get up early on Friday. number three I do homework after school، لازم I have to. I'm not ill، I go to the doctor، I don't have to go to the doctor. number five I pick up litter، litter زي basket أو trash أو ثلاث كلمات بمعنى كلمة زبالة يعني الحاجات المش نظيفة. I pick up litter and turn off the lights، وبقفل الأنوار. يبقى I have to لازم ألم الزبالة، pick up the litter or pick up the trash. طيب I go to school on Saturday، I don't have to go. today I visit my grandparents، today have to visit my grandparents. yesterday I write about African animals، I had to write. قلنا البيبي فيرب يجي بعد have to أو had to. هتقولي I had to write. No. I had to write about. Today they tidy their room. They have to tidy their room. Present simple. Yesterday past simple. We had to walk to the shop. Today present simple. You have to go to school. It's holiday. Sorry. You today. You don't have to go to school. It's a holiday. اليونت خلاص خلصت، ما فيهاش حاجة أكتر من أنت كل اللي طلعت بيه شوية كلمات بسيطة من الفوكابلري، وخدت الفكرة بتاعت الكومباراتيف والسوبراتيف عملنا عليها ريفيجن، وأخدنا الفرق ما بين استخدامك لـ have to و had to في الـ present وفي الـ past، والـ negative form بتقول don't have to، وبتسأل بمستر دو أو بمستر دوز، بس هي mainly بتستخدم للدو، تمام؟ علشان do you have to أو do I have to، يا بتسأل نفسك يا بتسأل حد، أوكي؟ بتكلم حد باصص له، فدايما بتستخدمها مع you، أو طبعا ممكن أحطها مع they أو we، بس أنت هنا واخدها أكتر focusing على I and you، ومرنها لك وإزاي تستخدمها مع I and you. لو لسه حابب ان انت تتفولو وتتابع معايا بقيه شرح بقيه المناهج، احنا بنشتغل كل المناهج من اول ان شاء الله السنه الجايه، نبدا من اول كيجز لحد معاك لحد سنه خمسه. لو حابب لسه تستمر معانا وتتابع بقيه شغلنا، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد.
أشوفكم in the next video. Thank you.